ياس بشحال غتبقى؟ 79 درهم لا لا 79 عوض 150 درهم بقاو لكم بشحال اخويا احمد؟ حشمت نقولها لا غير قولها مع ما تجاب لينا ما كاينه حتى شي حاجه حشومه في الثمن 90 درهم 90 درهم فقط اللي غيبقى لكم هذا الموديل وموديلات اخرين ب 69 درهم فقط موديل ما ثمن الثوب ما ثمن الخياطه همزه ديال بصح كاع البنات كاينين 129 درهم فقط جليلبات اللي مفاجأة جميع الموديلات غيبقاو لكم ب 79 درهم فقط للمتتبعين تاع متجر ليلى موديلات غزالين كاين فيهم المطروزين يعني مخلطين فيهم المطروزين فيهم السامبل فيهم يحمد 100 درهم ودابا بشحال غيبقى 69 درهم 69 درهم ونذكركم بالثمن جنبات 99 درهم فقط اهلا وسهلا احلى متتبعين مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وحلقه جديده الى اول مره كتشوف القناه ما تنساش اكيد البارطاج مع العائله مع الصحاب مع الحباب باش تعم الفائده وكومونتير زوين واللي لايك ما تنساوهمش ليا حنايا اليوم عند الناس ديال المحامين عند الاخ احمد اللي عرفنا دائما بالميزات والاثمنه المناسبه ديال الدراوش غير هو ماشي في المحل اللي دائما كنصوروا لكم عنده فيه هو باقي في المحامين غير هو حل واحد هاد المحل هذا بالضبط اللي فيه الصود اللي غتجيو تقداو منه راه كاين حدا المحل الاول دابا غنعطيوكم النعت معنا الاخ احمد مرحبا بينا عندك مرحبا سيدي مرحبا بالناس ديال قناه منتظر لاله مرحبا بكم الله يخطيك قلت لهم هاد المحل هذا راه يلا درتي ليه الافتتاح جديد وهو اللي غادي تجيو ليه هما اللي غتستافدوا منه من هاد الاثمنه هادو نعطيوهم النعت اكثر بالنسبه للنعت الا المحل غيدخلوا مع القوس غيبان لهم الفرماسيين غيدوروا معاه الدوره الاولى غيجيو ليش انا غيبقاو المحل هنا باقي جديد واللي جا عاوتاني على الاراضيما راه كيجيو كيلقاو السقايه كيدخلوا مع السقايه راه كيلقاو المحل بالنسبه للمحل اللي كان فيه الاخ احمد كتفوتي غير شويه وكتدوري على يديك اليمين على يديك اليمين وكتزيدي كتلقاي المحل درتي السميه تخفيضات رضا تخفيضات رضا رضا وغنخلي لكم النت في الاخر ديال لا فيديو اللي ما فهموش النت جايه كنصور لكم من جهه القواس حتى وصلتكم المحل ما كاينش في التلفزه الا الارقام ديالو غنخليهم لكم مكتوبين هنا باللون الاصفر والاثمنه اليوم عند الاخ احمد ابتداء من 10 دراهم قلت لي 10 دراهم ان شاء الله تلبسي حويجات اللي هما زوينين وكاين منتجات عاوتاني تاع 49 درهم ولا نوفيل كوليكسيون كلها ان شاء الله اللي غتبدا لكم حتى هي ابتداء من 99 درهم اغلى منتج هنايا عندك شحال داير 130 130 اغلى منتج اللي الله يسخرين ما كاين غير 180 200 درهم ونبداو معكم بعرض اول المنتجات ونبداو معكم باول منتجات قويجات ديال الصيف اخر الصيحات موديل حصري عند الاخ احمد دابا هذا الا مشيت قدام البلاصه اخرى بشحال لقاه 150 اخر ثمن ولكن عندك انت شحال 99 درهم واللون الخطير اللي خرج دابا طوندونس هو كاين في هاد الكسيوه هادي اولا هاد القويميجه هادي اللي لبسوها المحتجبات حتى البنات اللي ما كيديروش الحجاب والقياسات قياسات فيها حتى 44 38 حتى 44 تقدر تخوى اكس ال بحال هكا شوفوا معايا ستيل كي جاي كي داير بالكول دوري انا باش يبان لهم الموديل من اللور وطويل ومستور واللوينات كاين هاد الخضر كاين هاد اللوين هذا ماشي ابيض هذا بحال خضير مستور اييه وكاين الكحل ديالهم حتى هو كاين الخضر اللي لابسه نبات كاين الغوز كاين الشيبي كاين هذا صومو اييه صومو هذا البيض ديالهم ها هو البيض ديالهم وكاين الزرق ديالهم حتى هو وكاين الموف مفتوح ونذكركم بالثمن 99 درهم فقط وثاني موديل ديال القويمجات المحتجبات وبالنسبه للبنات اللي ما كيلبسوش الحجاب راه يمكن لكم تلبسوا على شكل كسيوه حتى هو فيه كاع القياسات حتى لتخوا اكس ال الموديل راه جديد يلا خرج شوفوا معايا الستيل ديالو فيها التصديفات هادو من جهه الكتف والسميطه حتى هي اللي بغيت يتحزم بالسميطه ممكن باش تلبسيها عاوتاني قويمجه مطلوقه راه ممكن وطويله تبارك الله والثمن ديالها حتى هي مفاجاه اللي غتبقى بشحال اخويا 99 درهم 99 درهم الثمن ديال الدراوش واللوينه حتى هما فيها لوينات روعه كاين الموطارد شوفوا معايا الموطارد كاين الكحل كاين هذا الخضير هذا وكاين الماغون ديال السنابات كاين الموف كاين الموطارد حتى هو نفس الموطارد ونذكركم بالثمن جنبات 99 درهم فقط ومزيد من الموديلات القويمجات هذا الموديل حتى هو التوب ديالو صيفي كيف ما كتشوفوا الستيل ديالو خطير شفتوا الكميمات والتاويل ديال
ضيفه حتى هو المهم خويني جا متي ولا دوري انا بعد باش يبان لهم مودل من اللور ومن اللور كيجي سامبل وتا هي فيها القياسات تاعنا فيها القياسات تاع التلاجه حتى شحال تاع 3 اكس حتى 44 الميديوم حتى 44 خوا اكس واللوينات هما الفوق كاين الشيبي كاين الاورانج كاين هذا الخضر كاين الزرق كاين الموف الكحل وكاين عاد الطويله ديالها ياك هذوك الطوال هذوك عندو هذا موديل اخر هذوك ولكن نفس الستيل نفس الستيل نفس الستيل الموطار الشيبي والكحل والثمن حتى هما كيبقاو لكم ب 99 درهم فقط وكاين هذا الموديل حتى هو باش ما نطولوش على الناس كاين هذه التيه القصيره اي هذه الستان هذه الستان هذه اللوينات تبارك الله هذه اللوينات وفيها القياسات هذه حتى هي الثمن ديالها كتبقى ب 99 درهم قميجه كلها 99 درهم اي موديل ديال القميجه غيبقى لكم ب 99 درهم كاين حتى هاد الموديلات هادو ايه اجي معايا هادو كاين هادو حتى هما يعني كلها القميجه راه 99 درهم وكاينه الكوتيتي الثمن ديال القميجه موحد سواء الموديلات اللي وريناكم سواء الموديلات اللي ما وريناكمش اي موديل حطيتو عليه يديكم غيبقى لكم 99 درهم فقط يعني راه كاين فيهم بزاف ديال الموديلات كاين شكل بزاف بحال هكا كيكونوا بحال هادو التوهم ودائما الجديد يوميا كيدخلوا عنده الموديلات جداد ودابا نلبسوا لكم موديلات ديال الكسيوة التوهم ونعطيكم لهم حالهم ودابا نشوفوا معكم موديل ديال الكسيوة الثمن ديال الكسيوة كلهم موديلات قصار موديلات طوال بشحال غيبقاو 129 درهم 129 درهم نبداو باول موديل هو هذا موديل صيفي وغزاش ومعي كيدير الستيل ديالو كيجي سامبل من هنايا ومن الجناب كيجي كيف ما كتشوفوا فيه هذوك لي بليه كاي من الجناب ومن الجنب الاخر حتى هو والثمن 129 درهم وشوفوا معايا اللوينات اللوينات اخر ما كاين كاين الموف كاين الشيبي كاين الغوز كاين هذا الخضر تاهو اللي كنت كون خارج هاد العام بزاف هذا في اللون ديال القميجه هذا في نفس اللون ديال القميجه بزاف كاين الموف كاين الزرق الا بسلامات كاين هذا الغوص كاشيري وكاين هذا اللون كيقدر يبان لكم في التصوير بيض ولكن هو راه خضر بزاف وكاين عاوتاني هذا الموديل هذا مختلف ولكن تاهو غيبقى لكم بنفس الثمن غنلبسوه دابا باش تشوفوا كي تيجي في اللبسه و ها هو الموديل كيف تيجي في اللبسه كيجي راقي بزاف حتى هو غيبقى لكم ب 129 درهم في هاد لي بلي هادو هكا السيل ديالو المهم مختلف على الموديل الاول كاين فيه البيج كاين فيه هاد الخضر وكاين فيه الكحل ديالو وجميع القياسات متوفره وكاين فيه الابيض ديالو ها هو ودابا نتحولو معكم الموديل اخر و ها هو الموديل كي تيجي موديل اخر هذا حتى هو هذا فيه جوج ستيلات كاين ستيل اللي كيجي بنفس الكول بحال هكا وكاين ستيل اللي كيجيو فيه واحد جوج صديفات اما نفس الثوب نفس الفصاله نفس كلشي الثمن ديالو حتى هو 129 درهم واللوينات ها هما اللوينات كاين الابيض كاين الصفر كاين الغوز كاين الشويبي كاين الموف كاين الكحل اي لون بغيتي راه كاين تبارك الله ومرحبا بكم وجميع القياسات متوفره ودابا نشوفوا معكم موديلات ديال الكساوي القصار كاين اول موديل هذا وكاين الموديلات بزاف حنا وريناكم غير واحده 10% من الشكيلات حتى هي الثمن ديالها غيبقى لكم بحال اثمنه الكسيوات كاملين 129 درهم نشوفوا معكم اللوينات تاعها كاين اللون اللي لابسه انا بهذا الكحل وكاين فيها البيج وكاين فيها هذا الخضير هذا خضر زيتي وجميع القياسات كاينين وكاين عاوتاني هذا الخضر هذا مفتوح وكاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي كيبقى لكم 129 درهم فيه الشيبي فيه الزرق كاين موديلات بزاف فيهم الاول بزاف وفيه الكحل نشوفوا معكم شكيلات الكسيوات القصار ها هو هانتوما كاين بحال هكا وكاين هادو عاوتاني اللي هما دايرين هكا موديلات ديال الصيف متوفرين زعما هادو عاوتاني قصار بزاف الشكيلات فيهم الاول وفيهم الطياط اي موديل حطيت عليه الوحده يديها غيبقى لها بنفس الثمن كاين هذا الموديل هكا اها هذا فيه شي ربعه د اللون ولا خمسه شوفوا هادي غزاله هادي صيفيه وزوينه ايه ونذكركم نفس الثمن ديال الكساوي كيبقاو ب 129 درهم فقط وموديل اخر ديال الكسيوات القصار هاد الثوب هذا واعر حتى هو شوفوا معايا كيجي قصير المحتجبات راه تلبسوه مع سريولات او لا كولون في الصيف هذا دير كولون بيض باش تجي غزاله اولا تجين عاوتاني كاين فيها الموف
وكاين فيها الزرق والثمن 129 درهم فقط. ونزيدكم واحد المفاجاه في القوينجات، هذا الموديل هذا اللي كان شحال داير اخويا احمد؟ 100 درهم. ودابا بشحال غيبقى؟ 69 درهم. 69 درهم. والثوب ديالو راه زوين، ما يشرب ما يتكمش ما والو. الثوب ديالو واعر، لا انا نيت عندي نفس الموديل في الموطارد حتى هو باقي عند هذاك اللون. كان فيه ملون. الثوب ديالهم خطير، مبردين، ما كيشرب ما حتى شي حاجه، تيجي مع الجين، تيجي مع سريوير كلاس، اي حاجه يجيك معاها. وتيجي طويل دوري انا باش يبان لهم الموديل، والثمن 69 درهم. كاين عاوتاني في هذا اللون، وكاين في هذا اللون، وكاين عاوتاني لونات اخرين. في باقي ما خرجناهمش. وجميع القياسات متوفرين، تجيو مرحبا بكم، 69 درهم فقط. الكسيوات هو كيجي قصير غزال، ستيل جديد، وجيوبه كبار، شوفوا معايا الجيب تبارك الله كبير، ستيل ديالها فن، والثمن تاهي 129 درهم، واللوينات ديالها كاين هذا الأورانج. هذا فيهم جوج موديلات، كاين اللي يكون في وكاين اللي يكون كون داير ودابا تحولنا معكم للجليلبات اللي مفاجأة، جميع الموديلات غيبقاو لكم ب 79 درهم فقط للمتتبعين تاع متجر ليلى، موديلات غزالين ديال الصيف اللي بغات تبرد في هاد رمضان هذا، تجي عند الأخ أحمد تبارك الله عنده من كل فني طرب، بزاف الموديلات، حنا بزنا لكم غير موديل أولا جوج، وجيو راه غتلقاو بزاف الشكال، هاد الستيل هذا راه بنفس الستيل ديال القميجة اللي وريناكم. هي بنفس الثوب بنفس الشكل غير هو من الجليبه واللوينات ديالهم ها انتم اللوينات واخا نحليهم والقياسات متوفرين والثمن 99 درهم شوفوا معايا مبرده 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 بزاف زوينه ها انتم زيد اخويا احمد هذيك البنونه اللي بالبيض ها انتم وهذا الطريق مبيض يعني ديما كيكون مبيض كيكون معاه اللون ديالو اييه 79 درهم الكحل ديالها واعر تبارك الله الكحل ديالها خطير شوفوا معايا خطير الكحل ديالها شوف كيداير 79 درهم وبالنسبه للموديلات راه كاينين كثار بزاف تبارك الله حيت ما نقدروش نوريو الناس غنتوضحها شوف كاين فيهم مطروزين يعني مخلطين فيهم مطروزين فيهم سامبل فيهم يعني الالوان مخلطين هادو دابا بشحال هادو الموديل عاوتاني حنا كندير لهم 120 درهم دابا 79 هانتي شوف واحد اللوينات تبارك الله هادو كانوا ب 3600 واعرين واعرين واو شوفوا هادي غادي نعطيها النبات دابا تلبسها لكم باش تشوفوا كي غادي كاين هاد الموديل عاوتاني بحال هكا يا سلام شوفوا هما كانوا ب 120 جمله 79 درهم لا غلا على مسكين يلا ما تنساوش لي واحد اللايك والبارطاج باش كلشي ان شاء الله يوصلوا لا فيديو وكلشي يلبس معنا الجلابه في هذا رمضان هانتي اللوينات واش الشكل الالوان تبارك الله كاين شي لون اخرين باقي ما خرجناهمش يعني باقي فيهم لون اخرين باقي ما خرجناهمش معايا يلاه كنلقى الدو المحل معايا يلاه تحول هذا المحل هذا باقي ما جابش كلشي السلعه ونشوفوا معكم دابا الموديل كيف تيجي في اللبسه وها هو الموديل كيف تيجي في اللبسه 79 درهم لا غير على مسكين وهذه حتى هي راه فيها اللوينات ديالها تبارك الله وكاين عاوتاني بحال هذا الموديل الله هذا التوب ديالو حتى هو خطير بزاف شوفوا معايا وفيه اللوينات ديالو هانت اخويا احمد وريهم باش نوريهم انا اللوينات فيها الكحل فيها الابيض فيها الكرونه ديالو الكرونه والابيض والكرونه والقياسات فيها الاكسل وكاين الابيض والشيبي والثمن 79 درهم فقط ودابا نبداو معكم ان شاء الله بالموديلات ديال الكيطمه اولا السيرفيت اللي فيها بروموسيون خطيره عند خويا احمد اللي غيبقى لكم هذا الموديل وموديلات اخرين ب 69 درهم فقط موديل ما ثمن الثوب ما ثمن الخياطه همزه ديال بصح ودابا نشوفوا معكم ستيل كي تيجي كاين هذا الموديل اللي فيه الكتبه هنايا والسروال كيجي الكحل على حسب الديزاين اولا على حسب الكتبه اللي كاينه في هاللعيبه ديال الفوق وكاين عاوتاني السامبل ديالها السامبل ديالها كاين السامبل ديالها كيجي الكتبه في نفس اللون ديال الفوق وبنفس اللون ديال
السروال ونفس الثمن 69 درهم. هذه بشحال كانت كدوز؟ كانت 130 درهم ودابا درنا عليها الصوف حيت على الشتو ديالها بدا كيسخن عليها الحال. بالنسبه للناس اللي كتسافر راه غتلبسها. اللي ما لبسها بالنسبه للثمن هذا اللي ما لبسها هذا العام يلبسها العام الجاي. خذي وخذي جوج خذي ثلاثه صراحه الثوب ديالهم خطير بزاف بزاف. وفيها السامبل ديالها وفيها بزاف ديال الموديلات حنا باقي ما حولناهاش لهنا داكشي علاش ما كاين عاوتاني السامبل. والسامبل فيه اللوينات هذا الموديل فيه اللوينات هذا الستيل هذا فيه اللوينات ملي غنجيو ان شاء الله غنلقاو لو شوا فاش تخير على حسب الالوان. ونذكركم 69 درهم فقط. وفيها الطياس فيها من الميديوم حتى للدوبل اكس ال من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. وكاين عاوتاني موديلات اخرين مثلا بحال هادو اللي غيبقاو بشحال 130 درهم 130 درهم والفوقانيين حتى هما 130 درهم. الكتمه كامله بصفه عامه غتبقى لكم 130 من غير هذا الموديل هذا. وهذا مكان. ودابا نشوفوا معكم الناس اللي كيبغيو هذه بلا سروال. هذه بلا سروال كتجي طويله والثوب ديالها ديال هذا الزوق. نلبسوا معكم دابا وحده باش تشوفوا الشكل ديالها. وها هو الموديل كيف تيجي للمحتجبات اللي كيبغيو شي حاجه طويله ومستوره وقياسات وافين. هذا الموديل راه غزال. نذكركم بالثمن ديالو كيبقى بشحال اخويا احمد؟ هادو كيبقاو ب 99 درهم. 99 درهم كانوا ب 130 درهم ودابا 99 درهم. واللوينات شوفوا معايا كاين الكري اخويا الكري كاين البوردو الثوب ديالهم واعر مبرد ديال كاين الكري حتى هو اللي خطير. هانتوما تبارك الله راه نبات مع طويله جاها حد الركبه. اما البنات القصارات بحال هكا شوفوا انا حد جاني طويل تبارك الله. كاين هاد الشويبي هذا اللي لابسه وكاين الخضر والثمن 99 درهم. ونزيد لكم واحد المفاجاه هذه للمتتبعين هو هاد الثريولات هادو. وكاين بزاف ديال النوع اللي غتشوفوهم معنا دابا اللي كانوا ب 120 130 دابا اي واحد جا من طرف القناه غياخذهم غير ب 49 درهم. ونشوفوا معكم الشكيلات. هادو فيهم سروال وفيهم كولون. ياه فيهم سروال وفيهم كولون. هانتوما سروال غزال 49 درهم فقط. كاين هاد ستيل وكاين هاد ستيل هذا كل ستيل باللوينات تاعو. وكاين هاد الموديل عاوتاني هو كيتما تا هو راه بحال هكا راه فيه اللون هي باقي ما خرجنا السلعه كلها. وتا هو 49 درهم فقط. وتبارك الله لا كونتيتي راه موجوده. الثوب ديالهم واعر. هذا بحال اللي لابسه نبات. اييه لابسه فوبيو. يمكن لكم تجيو تاخذوا مثلا هادو البنات وتضربوا معاهم سريولات من هذا الجيل 49 درهم غتقام عليكم اللبسه كامله ب 150 درهم. واللبسه اللي هي زوينه الصراحه. وها هما اللوينات شد لي عليهم عرفت باش يبانوا. ها هما اللوينات شفتوا معايا. ودابا نتحولوا معكم لواحد المفاجاه ديال التريكوات اللي غيبقاو لكم بشحال اخويا احمد؟ حشمت نقولها. لا غير قولها مع ما تجاب لينا ما كاينه حتى شي حاجه حشومه في الثمن. 9 دراهم 9 دراهم فقط. اسيدي الا درتي لي انا 2 دراهم نجي نصور ما كاينش ماشي مشكل. احسن لينا انا اللبسه دابا شي موديل ونشوفوا معكم الفيديو. هذا هو الموديل كيف تيجي في اللبسه. هاد الثوب هذا فيه بزاف تاع الشكل. كاين هاد الشكل اللي لابسه نبات باللوينه تاعو. وكاين عاوتاني هاد الستيل هذا حتى هو اللي غزال. حتى هو الثوب ديالو الناصر طيطب وزوين. هانتوما تبارك الله تيتيره في بحال هكا الكول مونتي تا هو باللوينه تاعو. وكاين واحد الشكل اخر غير الشكل تاعو خويا احمد هذا خفيف على هذا شويه تا هو في كاع على حسب الناس اللي لبسوهم تحت الجلابه يلبسوهم. اييه وبحال هكا البنات اللي كيلبسوا كاستيل عصره يمكن لكم تلبسوا غير هذا. راه فيهم اللون فيه هذيك الكرونه فيه هذا المونطارد. والثمن نذكركم ديال هاد التريكو هذا بجميع لوينات بجميع اشكال وغيبقى لكم ب 9 دراهم فقط. وهي التلوينه ديال ثلاثه الموديلات هي هاد. وفيه الكونتيتي باش بعد ما قلت لك راه ديما بقيت باقي عندنا في السطوح. هانتوما 9 دراهم فقط وما كباب الجميع. ودابا نزيدوكم الحلقات اليوم كلها مفاجآت. هاد القويميجا بالجيلي ديالها دو بياس بشحال غتبقى؟ 79 درهم لالا 179 درهم 79 درهم. الله يعطيك الصحة الثوب ديالها. وبالنسبة للناس باش يعرفوا هاد اللون راه كاين فيهم بزاف في الجيلي. حنا باقي يلاه كنحلوا المحل يعني باقي ما جبناش اللون ديالها. راه فيها اللوان فيها شي فيها بزاف فيها موديلات بزاف. ولكن غيجيو غيلقاو اللوينات غيلقاو اللوينات غيلقاو فيها الطايات كلشي فيها حتى 44 يعني كلشي لبس. ونعاودو نذكرهم الثمن ديال القلب. نذكرهم الثمن ديالهم ادي راه كنحسب نقول الثمن خلي لي عليك انا يقول 79 درهم 70 تقولها بشويه 79 تيصرد ديك السبعه. ودابا ان شاء الله نتحولوا معكم لموديل اخر.
ودابا نشوفوا معكم اخر موديل ديال الكيطمات. واخر موديل في حلقة اليوم هو هذا. التوب ديالو غزال، حتى هو طويل وفيه لوينات بزاف، والثمن ديالو كيبقى ب 129 درهم. واللوينات هما هادو، كاين تاع الزرق هذا، كاين فيه البوردو، وكاين فيه الخضر، وجميع القياسات متوفره. وكاين موديلات اخرين اللي هما قصار، كيكون هكا طوال، كيكون قصار، كاين فيهم بزاف ديال الموديلات، ولكن نفس الثمن. نفس الثمن. شكرا بزاف اخويا احمد. مرحبا اختي ليلى، ومرحبا بالناس ديال قناه متجر ليلى. وما تنساوش البارطاج. توقيت العمل من 9 ان شاء الله، 9:30 كاع ان شاء الله. اييه. دابا رمضان راه الا دخل رمضان ان شاء الله راه كيبقى لنا حتى ديك ال 11 بحال هكا. حتى ال 11 ان شاء الله بحول الله. والحمد لله راه السلعه راه متوفره. يعني الناس احتاجوا، حيت دابا الناس اللي كيشوفوا الفيديو كيقولوا دير الصوب كيبقى، يعني كيبقى واحد السيمانه حنا الصوب كيبقى على طول العام، والثمن ديما كيبقى وديما الجديد كيدخل ان شاء الله بحول الله. كنتمنوا باش تبارطاجيو لا فيديو، ونذكركم النعت في الاخر ديال لا فيديو ديال المحل ديال الاخ احمد الجديد، هو اللي غتلقاو فيه الصولد، ماشي القديم راه كاين حداه، ولكن الصولد والهمزه كاينه في المحل الجديد. تبقاو على خير.